هاي كل المتابعين نفسهم يعرفوا ليش كل حلم مربي أفاعي يعرف إيش هاي. اليوم أنا بدي أفرجيك وخليكوا لآخر الفيديو. أول إشي بدنا نأخذ من زلمتنا just for you مقابل محلاتي. بدنا نأخذ وزلين لهاي وندخل عند الحياة. نشتري الفازلين. حلو. جبنا الفازلين نيجي نفتح علبتنا الشهيرة لكل شخص إنسان نفسه يعرف. نختار الحديدة هاي. تمام؟ الحديدة هاي. حلو؟ حلو. يلا. طلنا أفعى. نجيب الفازلين. طبعاً. منحط الرأس بالفازلين. بالشكل ها. نجيب الدنب. بالشكل ها. شايفين؟ وبعدها نفحص. طيب هان تبين معنا انه ذكر. كيف بعد ما تبين انه ذكر كيف انا عرفت؟ عندنا الفحص بقول انه اذا الابره دخلت غمق ذكر، اذا بس الراس لحد هون انثى. عشان هيك طول الوقت احنا مسمينها مريم 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 طلع علوش. حلو. فهذه ابره الفحص للافاعي ذكر ام انثى. طيب إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا دائما الاشتراك بقناة اليوتيوب معتز الطول. راح أعمل حلقة كاملة بالشرح بالتفصيل عن هذا الإشي لكل واحد معنا يشوف هيك أشياء وهيك تحب.